الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله الحمد التي ميزها يا خيال منتظر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله نازل غفور رحيم. أنني تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وَإِذْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاصبر ربك ألا تكونن من المنذرين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم جميعا إن الله على كل شيء جاك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا مجرمي ويتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الهدى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع غيرا فإن الله شاكر عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه إن عزم الكتاب أولئك يرحمهم الله النار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء
من ماء فأحيا في الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسار المسخر بين السماء وفي الآيات العظام وللناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين آمنوا أنه وجه الله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرع الذين قبلوا من الذين اتبعوا وهؤلاء توسعت فيهم الأصحاب فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الأعمال حسنا في عليهم وما بواردين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا وإبانا آبانا يقلون شيئا ولا يتجدون أمثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم لهم عمي أفهم لا يعقلون كل ما طيبات هذا الزمان فمشكروا لله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أسلم النار ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين سلبوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرغاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقدير من ربكم رحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا وصية لوالديه وأقاربه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم